بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة على قناتنا، قناة مصر للتعليم الفني، اللي كلنا سعداء إن احنا شغالين فيها لخدمة أبنائنا الطلبة. حلقتنا النهاردة هنوجهها لطلبة الصف الثاني تريكو إلي. طبعا احنا بدأنا الترم بتاعنا الأولاني وخلصناه الحمد لله على خير، وأتمنى إن كل الطلبة تكون نجحت بتفوق. وهناخد النهاردة مقدمة عن المواد اللي احنا هندرسها في الترم التاني. هي نفس المواد اللي احنا بدأناها الترم الأول، وطبعا هيبقى ليها تكملة. بس عايزة ألفت نظر الطلبة اللي بتوعي لنقطة مهمة جدا. احنا عندنا مواد التخصص يا شباب مواد متصلة. يعني ايه مواد متصلة؟ يعني ما تقولوش احنا أخدنا الحاجة في الترم الأول فخلاص امتحنا فيها ونجحنا فمفيش داعي منها. لا، ناخد بالنا ان احنا دايما موادنا مرتبطة على بعضها. يعني نلاقي المعدات مكملة لها المقايسات، المقايسات مكمل لها للتخطيط، التخطيط مهم جدا للتراكيب. يعني موادنا مواد شاملة مع بعض ومكملة لبعضها. يبقى معنى كده ان احنا بنذاكر ناخد بالنا كويس قوي ان انا لازم افهم كل مادة واعرف ايه هي مكوناتها وازاي هبدأ اكمل عليها بعد كده. يبقى يا ريت ابنائنا الطلبة ما تقولش احنا امتحنا ونجحنا خلاص اللي احنا امتحناه ملوش لازمة. لا بالعكس، ده احنا بالظبط زي العمارة اللي بنبدأ بنبني الاساس بتاعها وبعد كده بنبدأ نبني عليها دور دور. يعني ممكن وانا في الدبلوم يجي لي سؤال مثلا عن انواع الابر اللي احنا كنا واخدينها في سنة اولى. يبقى اخد بالي من النقطة دي ان موادنا هي مواد متصلة وليست منفصلة. طيب هنبدأ النهاردة ونبدأ مقدمة عندنا عن مواد الصف الثاني. نبدأها مع بعض. دي مقدمة عن مواد الصف الثاني. التخصص بتاعنا هو التريكو الآلي. أولا هي مادة المعدات. طبعا هنتكلم عن المواد كلها الأول وبعد كده هنبدأ نمسك مادة مادة نبدأ نعرف بيها. ثانيا التراكيب البنائية. طبعا التراكيب البنائية احنا قلنا ان هي محتاجة مهارة، يعني لازم وانا شغالة اكون بمرن ايديا دايما على الرسم. عندي ثالث مادة هي الرسم الفني، وناخد بالنا الرسم الفني ده مهم جدا عشان عليه اعلى درجة. لو هو درجته قليلة في سنة اولى ولا سنة تانية، في سنة تالتة بيوصل ل140 درجة. يعني اللي بيجيب درجة حلوة في الرسم الفني المجموع بتاعه بيرتفع جدا. يبقى ناخد بالنا قوي من الرسم الفني مع انه سهل وبسيط وموضوعاته سهلة، لكن بيبقى محتاج مهارة وتدريب ايد كتير. طيب عندنا المادة الرابعة هي الخامات النسجية اللي احنا بدأناها في الترم الاول واللي كانت معانا كمان من سنة اولى. عندي بعد كده خامسا التخطيط وإدارة الإنتاج، ودي من المواد البسيطة السهلة بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها هي الحاجة اللي بتلملي درجات لأنها مادة سهلة وبسيطة وبتجيلي أسئلتها سهلة. وعندي سادس حاجة المقايسات اللي هي بالنسبة لنا مادة التفكير والتركيز اللي احنا ناخد بالنا منها قوي لان احنا بنبدأ نأسس في سنة تانية وبعد كده بكمل عليها في سنة تالتة. يبقى مادة المقايسات دي مادة محتاجة مهارة مهمة جدا، هي مهارة التركيز والتفكير لانها مادة ما هي الصعبة وما هي السهلة. يعني ايه؟ يعني محتاجة نوع من التركيز. يعني ما اقولش المادة دي سهلة استهون بيها محفظت قوانيني، ولا قلناها صعبة فما اقدرش اذاكرها. لا بالعكس، المادة محتاجة شوية تركيز. طيب نبدأ مع بعض ونشوف اول موادنا كانت ايه. اول مواد عندنا هي مادة الماكينات والمعدات والصيانة. مادة الماكينات والمعدات والصيانة. طب عايزين نعرف الاول كان ايه هي محتويات المنهج بتاعي. محتويات المنهج لمادة المعدات كان عبارة عن 5 ابواب. اتكلمنا فيهم طبعا على جزء اخدناه الترم الاول وجزء هنكمله الترم الثاني. ايه بقى اللي احنا خدناه ودرسناه اللي هو ما سبق دراسته؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. ما سبق دراسته كان الباب الاول. ايه هو بقى الباب الاول؟ حد يفتكره معانا كده؟ كان ماكينة التريكو المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جاكار. وناخد بالنا مش مجرد اننا خدنا المكنة وخدنا اجزائها وعرفناها وازاي نشغلها وايه هو جهاز السحب والطي بتاعي وايه هو جهاز الحساسات وايه وايه وايه، خلاص كده المكنة اتنست. لا، ناخد بالنا ان الماكينات المستطيلة عندنا دي اساس. بدأنا في سنة اولى بالمكنة المستطيلة العادية،
سنة تانية في الترم الأول درسنا المكنة المستطيلة الأوتوماتيكية لنصف جاكار، وبنعدكم إن شاء الله السنة تالتة للمكنة المستطيلة الجاكار. يبقى احنا عندنا 3 ماكينات مستطيلة، التلاتة زي بعض، لكن كل مرة بزود بعض الأجزاء على التانية. يعني المكنة المستطيلة العادية كانت هي نفس أجزاء المكنة المستطيلة لنصف جاكار، لكن النصف جاكار زودنا عليها إن هي أوتوماتيك، زودنا عليها جهاز الكرتون الجانبي اللي بيتعامل مع جميع الحركات الأساسية للماكينة. طب وجهاز المكنة المستطيلة الجاكر؟ أيوة، هنضيف عليها جهاز الجاكر. يبقى أنا لازم أبقى فاهمة المكنة كويس جدا عشان أقدر أعرف إيه هي الأجزاء اللي هتزيد عندي. طيب نكمل مع بعض ونشوف إيه شكل المكنة المستطيلة. ده شكل المكنة المستطيلة الاوتوماتيكية لنصف جاكر. لو احنا بصينا للرسم التوضيحي اللي قدامنا هلاقيه عبارة عن مكنة مستطيلة زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، عبارة عن قضيبين من الابر، والقضيبين دول مستطيلين وموجودين بيهم الابر، وعندي من الخلف في حامل الكونات اللي هو بيطلق عليه الشمعدان، اللي هو عبارة عن القاعدة الخشبية اللي بيوضع عليها الكونات. نبص كده للرسم بتاعنا كويس هلاقيه ان هو وضح لي كل الأجزاء. يعني فوق عندي أهو مغذيات، عندي موجودة العربة، والعربة فيها كل المكونات العربة من كامات صعود وكامات هبوط وكامات سرة وكامات حرسة، وكمان فيها الفرش. وناخد بالنا إن في المكنة المستطيلة الأوتوماتيكية لنصف جاكر خدنا إن كامات الصعود عددها 4 كامات، 2 في الوجه الأمامي و2 في الوجه الخلفي، ووظيفتها هي صعود الإبر لأعلى. وكمان اخدنا ان ليها 3 حركات، تشغيل ونص تشغيل وعدم تشغيل. خدنا كمان ان فيها كامات الهبوط اللي عددها 4 كامات، 2 في الوجه الامامي و2 في الوجه الخلفي، ووظيفتها هبوط الابرة وتحديد طول الغرزة عن طريق العيارات. خدنا كمان كامة السرة اللي فيها 2، واحدة امامي وواحدة خلفي، ووظيفتها عمل الغرزة المعلقة. وخدنا كمان الكامة الحرسة اللي هي بتحدد لي أقصى مشوار صعود للإبر. عندي كمان في العربة في قضيبي العربة اللي بتتحرك عليهم العربة، في وجهي العربة اللي فيها مجموعة الأجزاء، في كمان عندي الفرش اللي هي وظيفتها فتح ألسنة الإبر، وبيبقى موجود عندي تحت جهاز سحب وطي القماش، وقضيب الإبر بيبقى عندي موجود في الإبر اللي احنا قلنا إن هي عبارة عن نوعين، أيوة إبر كعب طويل وإبر كعب قصير، وبنستخدم عن طريق الكامات إن احنا نعمل الغرز المعلقة أو ذات الاستطالة. عندي كمان جهاز مهم جدا اسمه جهاز الكرتون الجانبي اللي هو المسؤول عن الحركات الأساسية للماكينة، وده طبعا بيبقى موجود بجانب الماكينة. نكمل مع بعض ونشوف خدنا إيه في الباب التاني. خدنا في الباب الثاني ماكينة الأوفرلوك. يبقى احنا خدنا في المكنة الأولانية أو الباب الأول كانت الماكينة المستطيلة الأوتوماتيكية النصف جاكار، خدناها بكل أجزائها وكل تفاصيلها. أما الباب الثاني فخدنا في ماكينة الأوفرلوك اللي هي ليها 3 أنواع، 3 فتلة و4 فتلة و5 فتلة. وطبعا ماكينة الأوفر دي مش من ماكينات التريكو تمام، لكنها من ماكينات التشطيب ووصل الأجزاء. يعني أنا ممكن في خط الإنتاج بتاعي لازم يكون عندي ماكينة أوفر، عندي ماكينة أورلي، عندي ماكينة رمياج، كل الماكينات دي بتستخدم لي في تشطيب المنتجات بتاعتي. طيب نكمل مع بعض ونشوف إيه اللي إحنا خدناه في ماكينة الأوفر. خدنا أنواعها اللي إحنا قلنا عليها إن هي 3 فتلة و4 فتلة و5 فتلة، وخدنا كمان أهم أجزائها. تمام، أدي شكل ماكينة الأوفرلوك ال5 فتلة زي ما احنا شايفين قدامنا، عبارة عن جسم للماكينة والقاعدة. الجسم كان فيه مجموعة من الأجزاء والقاعدة فيها مجموعة من الأجزاء. الجسم بيطلق عليه اسم رأس الماكينة واللي بيحتوي على مجموعة الأجزاء المكونة للغرزة. عندي كمان من وراه الشمعدان، أيوة الشمعدان ده عبارة عن مجموعة من الأصابع اللي بيتم وضع البكر عليه. لو احنا بصينا كده كم أصبع عندي؟ 5. ليه 5؟ لأن المكنة دي 5 فتلة. عندي كمان القاعدة بتاعتي، القاعدة دي فيها زي ما احنا شايفين من تحت كده المحرك الكهربي اللي هو وظيفته تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية.
عندي 2 دواسة، ايوه دواسة لرفع القدم الضاغط ودواسة لتشغيل الماكينة. عندي كمان درج المستلزمات اللي بيتم وضع فيه المستلزمات، وعندي مفتاح للإيقاف والتشغيل، وعندي في جسم المكنة السكينتين والكروشيه، وعندي كمان الإبر اللي بتستخدم في عملية تشكيل الغرز. يبقى دي كانت قدامي ماكينة الأوفرلوك 5 فتلة، يعني بتتكون الغرزة بتاعتي من 5 خيوط. نكمل مع بعض. وده شكل ماكينة الأوفرلوك 3 فتلة اللي موجودة عندنا كلنا في الورش. ادي تلات اصابع، يعني وضع 3 كونات عليها لتشغيل الماكينه، طبعا عباره عن 1 ابره و2 كروشيه، والكروشيه وظيفته هو طبعا التعاون مع الابره في تكوين الغرزه. عندي كمان في مفاتيح او عيارات لتحديد طول الغرزه. عندي السكينتين اللي واحده ثابته وواحده متحركه لقص القماش الزيت. يبقى احنا كده اتكلمنا اول حاجة على اللي احنا درسناه في الترم الاول اللي هو كان عبارة عن مكانتين. ايه هما المكانتين؟ ماكينة التريكو المستطيلة الاوتوماتيكية النصف جكر، خدناها بكل اجزائها ومحتوياتها. والباب الثاني كان ماكينة الاوفرلوك بانواع. طيب نشوف بقى الباب الثالث. الباب الثالث عندي فيه دراسة للمقصات، دراسة للمقصات الكهربائية. طبعا المقصات الكهربائية دي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنستخدمها في كل مصانعنا لقص القماش او كمية القماش بانتظام. يعني ايه؟ انا دلوقتي جوه مصنع وعايزة اقص مثلا جايلي طلبية 1000 قطعة، ما ينفعش ان انا اجي للعامل واقول له قص لي قطعة قطعة، استحالة ان هو هيطلع المقاس واحد. يبقى بيعمل ايه؟ بنجيب ال1000 قطعة بنحطهم فوق بعض، وفوقهم الباترون بعد ما بنرسمه بالمقاسات بتاعتي، وبحط الباترون فوق قطع القماش بتاعتي وببدأ أقص حسب مقاسات الباترون. فطبيعي لازم هيطلع لي ال1000 قطعة بنفس المقاس، سواء لارج اكس لارج ميديوم زي ما يكون. طب ده احنا عندنا حاجة مهمة دلوقتي مع تطبيق نظام الجدارات، بقى فيه إمكانية للتدريب كمان على المقاسات، ما بقاش ناخدها نظري بس، لا ده كمان في عندنا وحدة كاملة في الصف الأول إزاي نقص طبقات القماش وإزاي نستخدم المقص الكهربائي. إحنا كنا الأول بندرسه نظري بس، لا مع تطبيق الجدارات دلوقتي كان لازم نشتغل بإيدينا كل حاجة. يعني لما أقول مكنة مستطيلة يبقى أنا لازم أمد إيديا وأشتغل على المكنة المستطيلة، أقول مكنة أوفر يبقى أنا لازم أطلع منتجات على ماكينة الأوفر. كمان لما أقول إن أنا هستخدم المقص الكهربائي يبقى لازم أعرف طريقة تشغيله وأشغله بإيديا عشان اقدر اكون كسبت المهارة وحددت المعرفة بتاعتي. طيب عندنا نشوف ايه هي المقصات الكهربائية اللي عندنا. لو انا بصيت للمقص اللي قدامي هلاقي ان عندي نوعين من المقصات، وممكن يبقى في نوع ثالث اللي هو المقص المنشار. طب النوع الاولاني اللي هو الاساس اللي احنا بندرسهم نوعين، المكنة المقص المستطيل والمقص المستدير. لو انا بصيت كده عبارة عن سلاح القص بتاعي مستطيل زي ما احنا شايفين، وبيرتفع وينخفض لاستهلاك العملية القص. عندنا المقبض بتاعي لتحريك المقص في الاتجاهات المحددة. عندي كمان مؤمن للسلاح عشان وانا شغالة ممكن السلاح يحصل فيه مشاكل او يعمل لي انا في ايديا مشاكل وانا شغالة، فلازم يكون في مؤمن للسلاح عشان يأمن ايديا وانا شغالة. عندي قاعدة المقص اللي بتصنع من المعدن واللي بها عجلات لسهولة حركة المقص زي ما احنا شايفين. عندي كمان مفتاح بيكون لتشغيل المقص وايقافه، وعندي حاجة مهمة جدا المسن. المسن ده عشان طول ما انا شغالة السلاح طالع نازل يحتك بالمسن، فيبقى دايما السلاح بتاعي مسنون. عندي كمان موضع للزيت، مكان بيتم وضع الزيت فيه، ده اسمه موضع للزيت. طب ليه موضع للزيت؟ علشان خاطر طول ما السلاح شغال ممكن يبقى فيه حرارة، فطبيعي موضع الزيت ده لازم يخفض لي من الحرارة. طب نشوف شكل المقص التاني. ده المقص المستدير اللي واضح طبعا معايا ان شكل السلاح بتاعه مستدير، وعشان كده سميناه المقص المستدير. وليه قاعدة، قاعدة المقص تستخدم لحمل المقص، وبرضو بها العجلات عشان يبقى سهل في طريقة التشغيل. عندي كمان حافظة للسلاح
عشان تحفظ لي السلاح طول ما هو شغال. طبعا السلاح ده دلوقتي دائري، يبقى بيدور دائري في عكس اتجاه عقارب الساعة. عندنا في مفتاح للتشغيل، وعندي المقبض. ايه المقبض ده؟ ده انا عندي مقبض ويد من فوق زي ما انا شايفه قدامي، اسمها يد الارتكاز. ايه المقبض ويد الارتكاز دول؟ انا بستخدمهم اثناء عمليه التشغيل، يعني وانا شغاله بالمقص ببدا امسك المقبض باليد، واليد الثانيه بمسك بها يد الارتكاز عشان اقدر اتحكم في مقص وابدا احركه يمينا ويسارا حسب رسم الباترون اللي قدامي. طبعا ليه مجموعه اجزاء متشابهه مع المقص المستطيل. المحرك الكهربي موجود عندي فوق، اللي ليه التوصيلات واللي وظيفته طبعا بيحول الطاقه الكهربيه الى طاقه حركيه. وقلنا عندنا السلاح بتاعي اللي هو سلاح مستدير، وقلنا عندنا المسن. المسن اهو موجود عندي فوق، ده عباره عن حجر جلخ لسن السلاح. الحجر ده قريب جدا من المقص او من سلاح القص، فطول ما السلاح بيلف هو بيحتك بالحجر، وبالتالي يبقى دايما السلاح بتاعي يكون مسنون ومقصوص. طيب عندي كمان، عندي من فوق هنا في عمود دواسة الأمان عشان يضمن لي ان وضع المقص في الوضع الأمان. عندي مفتاح لرفع والخفض عشان أبدأ أشيل أرفع المقص أو أخفض المقص. يبقى احنا كده هندرس مع بعض. طبعا انا كده اتكلمت نبذه سريعه عن المقصات اللي عندي. يبقى انا عندي المقصات، عندي نوعين من المقصات، قلت المقص المستطيل والمقص المستدير. طبعا المقصات دي مقصات كهربائيه، والغرض منها طبعا قص كميات القماش او طبقات القماش قص منتظم بنفس المقاس. بجيب قلت اتواب القماش وبرسم الباترون واحط الباترون فوق اتواب القماش وببدا امشي بالمقص حسب ما انا شغال. يبقى ناخد بالنا قوي من النقطه دي. لا ده احنا قلنا كمان ان في سنه اولى السنه دي اللي اتطبع عندهم الجدارات هيبقى في امكانيه ان الطلبه تمسك المقص وتطلع منتجات بايديها. يبقى احنا لازم نظام الجدارات عندنا لازم مهاره ان احنا نشتغل بايدينا. طيب نكمل مع بعض ونشوف بعد المقصات المفروض هندرس ايه. هندرس مع بعض الباب الرابع. الباب الرابع فيه دراسة أدوات الكي. دراسة أدوات الكي يعني الأدوات اللي بتساعدني في عملية الكي. وهناخد أول حاجة الغرض من عملية الكي. طبعا الغرض من عملية الكي كلنا عارفين، احنا بنكوي الأقمشة ليه في البيت أو بنكوي هدومنا ليه واحنا نازلين. أيوة الغرض من عملية الكي هي فرد الأقمشة. لا مش فرد الأقمشة بس، ده احنا كمان ممكن نستخدم الكي في تسطيح الخياطات. كمان في بعض الأحيان الكي ده بيخفي بعض العيوب الفنية البسيطة. يبقى الغرض من الكي هو إيه؟ تسطيح الخياطات، فرد الأقمشة والحصول على المظهر الجيد، كمان إن هو ممكن يخفي بعض العيوب الفنية البسيطة، وكمان بيخلي الملابس تأخذ شكل الجسم. ده حاجة مهمة جدا للغرض من عملية الكي. طب أنا عشان أكوي لازم يكون عندي عوامل أساسية لإتمام عملية الكي. يعني أنا ما ينفعش أمسك المكوى كده وأقول أنا هاكل، لا لازم يكون عندي عوامل أساسية. إيه هي العوامل الأساسية بتاعتي؟ أول حاجة الحرارة. الحرارة يعني لازم تكون المكوى سخنة. تاني حاجة الضغط، يعني لازم وأنا شغالة أكون بضغط. وتالت حاجة تكون الرطوبة. يبقى هنكمل مع بعض وهنشوف العوامل التي تتوقف عليها عملية الكي. قلنا العوامل التي تتوقف عليها عملية الكي تلات حاجات: الحرارة والضغط والرطوبة. طبعا لما نبدأ ندرس منهجنا إن شاء الله هنمسك كل عامل من دول ونشوف بيعمل معانا إيه. طيب هندرس إيه كمان في الباب ده مع بعض؟ هندرس المكوى الكهربائية العادية اللي احنا كانت موجودة عندنا في البيوت زمان قبل ما يطلعوا لنا المكوى الكهربائية الأوتوماتيكية والمكوى الكهربائية الأوتوماتيكية البخارية. طبعا المكوى الكهربائية العادية زي الأوتوماتيكية بالظبط، بس المختلف فيها ان الكهربائيه العاديه ما كانش فيها منظم او مؤشر لدرجات الحراره، يعني كانت المكوى احطها تسخن تفضل تسخن وترتفع في السخانيه. لكن لما جينا ضفنا المؤشر او منظم لدرجات الحراره يبقى هو ده اللي خليها لي مكوى اوتوماتيكيه، بتوصل عند درجه حراره معينه وبعد كده بتبدا تفصل درجه الحراره. طيب وهناخد ايه كمان؟ هندرس ايه كمان مع بعض؟ هندرس المكوى الكهربائية المنتجة للبخار. يبقى هي زي المكوى الكهربائية الأوتوماتيكية بالظبط،
ولكن ضفنا لها خزان للماء، ضفنا لها خزان للميه. ليه؟ علشان بدل ما انا اعمل رطوبه خارجيه للقماشه، لا ده عن طريق زرار ابدا اضغط عليه يطلع لي بخار يعمل لي عمليه رطوبه للقماش اللي انا هكويه. ما احنا اتفقنا ان انا عندي ثلاث عوامل اساسيه لاتمام عمليه الكي، هي ايه؟ الحراره والرطوبه والضغط. تمام، الرطوبه دي انا استغنيت عنها بان انا ايه؟ عملت مفتاح بدوس عليه يبدا يطلع لي بخار ويرطب لي البلوزة أو الفستان اللي أنا هكويه، فبيبقى سهل في عملية الكي. طبعا لما نوصل للباب ده هنبدأ نعرض فيديوهات لطريقة الكي بطريقة سليمة، إزاي أكوي بطريقة سليمة، إزاي أحافظ على الأساسيات بتاعتي، وإيه هي كمان الأدوات اللي بتساعدني في عملية الكي، زي منضدة الكي، لوح الكي المسطح، ووسادة الكي الصغيرة، ووسادة الكي الكبيرة، والفضرة، ولوح كي الكم. يعني كل الحاجات دي هنستخدمها ان شاء الله بالتفصيل مع بعض. طيب نكمل مع بعض ونشوف الباب الخامس بتاعي كان بيتكلم عن ايه. الباب الخامس بيتكلم عن ماكينة الرمياج. ايه ماكينة الرمياج دي؟ ايوة هندرسها من ناحية الاجزاء الرئيسية بتاعتي، وايه كمان والغرض منها. ده شكل ماكينة الرمياج اللي احنا هنستخدمها مع بعض، واللي احنا هنقول بالتفصيل كل جزء منها بيعمل ايه بالظبط، وازاي انا بستخدمه، وبستخدمها في ايه. الغرض من ماكينة الرمياج طبعا هي وصل وتشطيب الاقمشة. ازاي بوصل الجزئين مع بعض؟ يعني انا دلوقتي ببقى عاملة بلوفر وعايزة اركب له مثلا اللياء، بجيب ماكينة الرمياج دي، عبارة عن الكرسي المتحرك ده بيبقى فيها الابر. الابر دي بنفس الجوج بتاع المكنة اللي انا عملت عليها البلوفر بتاعي، وببدأ اركب على الابر ديت الجزئين اللي انا عايزة اربطهم ببعض او اوصلهم في بعض. يبقى وابدأ اشغل عندي رأس الماكينة اللي فيها مجموعة الاجزاء اللي بتساعد في تكوين الغرزة. عندي الابرة، الابرة دي هي اللي بتقوم بعملية عمل الغرزة، وعندي من تحت في دواسة للتشغيل، وعندي حامل الماكينة اللي بيحمل أجزاء الماكينة، وعندي هنا هو الكرسي الدائري المتحرك، ده كرسي متحرك دائري اللي بيبقى موجود عندي فيه الإبر، وعندي من فوق الشمعدان. أيوة الشمعدان ده اللي هو بيطلق عليه اسم حامل الكونات، وزي ما احنا شايفين الشمعدان اهو عليه كونتين، وعندي الخيط اللي بيتم عن طريقه فلضم في الإبرة التغذية، وببدأ أشغل المكنة يبدأ الكرسي الدائري ده يلف ويبدأ يلضم لي أو يلحم لي الجزئين ببعض، سواء أنا هعمل لياقة مع بلوفر أو أنا هعمل إسورة مع كم، بيبدأ يلحم لي الأجزاء في بعض اللي هي وظيفتها طبعا وصل وتشطيب الأجزاء. يبقى احنا كده خدنا فكرة عامة عن مادة المعدات بتاعتنا، قلنا إن هي عبارة عن خمس أبواب، وقلت إن احنا درسنا بابين منهم. ايه هم البابين اللي احنا درسناهم؟ قلنا ماكينه التريكو المستطيله الاوتوماتيكيه النصف جكر، قلت دي حاجه مهمه جدا يا ريت ما ننساهاش لان احنا بنكمل فيها على مع بعض. وخدنا كمان ماكينه الاوفرلوك بانواعها، الثلاثه فتله والاربعه فتله والخمسه فتله، درسنا فيها كل اجزاء ماكينه الاوفر وازاي بتشتغل، وايه الفرق ما بين الثلاثه فتله والاربعه فتله والخمسه فتله في الاستخدام. طبعا الخمسه فتله دي من الماكينات اللي بتستخدم في الاقمشه ذات الاستعمال الشاق، اللي هي الحاجات الجامده، لانها الغرزه بتاعتها بتتكون من خمس خيوط، ده بالاضافه ان ممكن يكون ليها خط حياكه جانبي. طيب ودرسنا كمان، قلنا هندرس مع بعض بقى في الترم الثاني اول حاجه المقصات، وقلت ان احنا الاساس عندي هي المقصات الكهربائيه اللي بتستخدم في قص طبقات القماش بتاعتي، عن طريق ان انا اجيب البطرون برسمه حسب المقاس واحط طبقات القماش فوق بعض، وبعد كده في الاخر البطرون وببدا اشتغل بالمقص. يبقى المقص الكهربائي هتكون وظيفته هي قص اتواب القماش او طبقات القماش بكميات كبيره، قص جيد ومتماثل، يعني القطعه كلها بتبقى مقاس واحد. طيب ده بالنسبه للمقصات، قلنا ان احنا عندنا منها نوعين، مقصات مستطيله ومقصات مستديره. المقصات المستطيله قلنا سلاحها مستطيل، اما المقص المستدير فده سلاحه دائري. تمام، ده بالنسبه للمقصات. هناخد بعد كده هندرس الكي،
وهو الغرض من عملية الكي، قلنا تسطيح خياطات، فرد أقمشة، الحصول على المظهر الجيد، وكمان في بعض الأنواع بتخفي العيوب الفنية البسيطة. كل ده احنا هندرسه بالتفصيل لما يجي وقته. طيب بالنسبة للأدوات المساعدة للكي، قلنا هندرس مناضد الكي، لوح الكي المسطح، وسادة الكي الكبيرة والصغيرة، الفودرة، لوح الكم، حامل الكي، كل ده هندرسه بالتفصيل، وهنعرف كل واحد منهم مصنوع من ايه ومبطن من ايه وكمان استخداماته ايه. بعد كده هندرس انواع المكاوي، هندرس المكوى الاول، المكوى الكهربائية العادية، وبعد كده للمكوى الكهربائية الاوتوماتيكية، للفرق ما بينهم هو مؤشر لدرجات الحرارة، وكمان المكوى الكهربائية المنتجة للبخار. وهناخد كمان مناضد الكي. مناضد الكي دي موجودة عندنا في المصانع، وبيبقى ليها خزانات للكي علشان خاطر بتكوي كميات كبيرة جدا في المصانع، فدايما المناضد دي بستخدمها في المصانع الكبيرة. طيب وعندي بعد كده ايه كمان؟ عندي ماكينة الرمياج اللي بتستخدم في تشطيب الأقمشة بتاعتي، واللي بتساعدني أثناء عملية التجيل. طبعا بتبقى عبارة عن قرص متحرك، وبنجيب القماشة بتاعتي اللي اتعملناها او البلوفر اللي احنا عملناه بنفس جوج الابر اللي موجودة في ماكينة الرمياج، وبنبدأ نلحم او ندخل الغرز مع بعض، وده ان شاء الله هنشوفه في فيديو واضح بالنسبة لنا عشان تبقى قدامنا الرؤية واضحة، وكمان هندرس كل اجزاء ماكينة الرمياج دي. كده كانت اول مادة عندنا هي مادة المعدات. طب نشوف بقى بعد كده المادة اللي احنا المفروض هندرسها ايه. احنا عندنا سنة تانية طبعا موادها دسمة جدا. عندنا تاني مادة عندنا هي مادة المقايسات والتكاليف. طيب مادة المقايسات والتكاليف دي احنا درسناها برضو من الترم الاول، وخدنا فيها اساسيات، خدنا فيها اساسيات. ايه هي الاساسيات اللي احنا خدناها او ما سبق دراسته في مادة المقايسات؟ اللي سبق دراسته في مادة المقايسات حاجة مهمة جدا اسمها تراقيم الخيوط. ايه تراقيم الخيوط دي؟ انا عندي تراقيم وزن ثابت وتراقيم طول ثابت. طب نشوف مع بعض كده ايه اللي احنا درسناه. ثالث حاجة عندي هي مادة المقايسات والتكاليف، وعايزين نعرف ايه اللي سبق دراسته. خدنا اول حاجة تراقيم الخيوط. تراقيم الخيوط دي خدنا منها نوعين، النوع الاول ذات الوزن الثابت، والنوع الثاني ذات الطول الثابت. يبقى احنا خدنا من تراقيم الخيوط نوعين، ذات الوزن الثابت وذات الطول الثابت. خدنا كمان حاجة مهمة جدا، خدنا جدول الموازين. جدول الموازين ده بقى مش احنا امتحنا ونسيناه، لا، جدول الموازين ده معايا من الترم الاول، ومعايا في الترم الثاني، وكمان هيبقى معايا في سنة تالتة. يبقى جدول الموازين ده من الاساسيات عندي في المقايسات المحفوظ اللي احنا ما نسيبوش نهائي. خلاص يبقى احنا عندنا درسنا تراقيم الخيوط، وقلنا تراقيم الخيوط ذات الوزن الثابت اللي بتشمل كل الخامات الطبيعية عندي، قطن، كتان، صوف، حرير، فبران، فسكوز، اي خامة طبيعية، وكمان التراقيم المتري، كل ده وزن ثابت. وخدنا كمان تراقيم الطول الثابت اللي احنا بتنقسم عندنا لحاجتين، ايه هما؟ التكس والدنيور. وقلنا خدنا كمان جدول الموازين اللي قلنا انه مهم جدا حفظه. بعد جدول الموازين خدنا كمان الاطوال الثابته للخامات، خدنا القطن، الحرير، الفبران، الفسكوز، طبعا الطول الثابت بتاعهم 840. خدنا الكتان الطول الثابت بتاعه 300، وخدنا الصوف منه نوعين، الورستد والولن. طيب خدنا كمان النمر المعادله. النمر المعادله يعني ايه نمره معادله؟ يعني لو انا عندي خيط قطن نمرته مثلا 100، وعايزاه كتان بنفس السمك، هل هيبقى 100 ولا اكتر ولا اقل؟ خدنا فيه التحويل من وزن ثابت الى وزن ثابت، وخدنا كمان التحويل من طول ثابت الى طول ثابت، وهنكمل مع بعض الباب الثالث. الباب الثالث بقى اللي هو بداية الترم الثاني بتاعنا، اللي بنتكلم فيه عن ناتج التطبيق. ناتج التطبيق وحالاته، يعني انا عندي كده حاجة اسمها ناتج التطبيق، وعندي كمان حاجة اسمها حالات ناتج التطبيق. اول حالة عندي هي اتحاد الخامات واتحاد النمر. يعني ايه الجملة دي؟ طب احنا عايزين نعرف الاول يعني ايه ناتج تطبيق. ناتج تطبيق يعني لو انا ماسكة خيط في ايديا، والخيط ده انا فكيته،
هلاقيه بيطلع لي ايه بعد ما بفك الخيط كده؟ بلاقي يا اما خيطين يا اما ثلاثه، يعني معنى كده ان الخيط اللي قدامي الواحد ده اتكون من كذا خيط مع بعض، ممكن يبقى اتنين وممكن يبقى ثلاثه، وبعد كده ادينا له عدد من البرامات. ده اسمه ناتج التطبيق. طب احنا عايزين نعرف ايه هي اول حاله من حالات ناتج التطبيق اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا هندرسها بالتفصيل، اللي قلنا اتحاد الخامات واتحاد النمر اهو. يعني لو جالي خيط كده وقال لي الخيط ده نمرته 10 قطن اهو، ده خيط 10 قطن، والخيط التاني زيه بالظبط اهو برضو 10 قطن. نبص هنا، اتحاد خامات، اتحاد خامات دي قطن ودي قطن، تمام، واتحاد نمر دي 10 ودي 10. لو انا خدت الخيطين كده مع بعض وطبقتهم بالشكل ده عشان اطلعهم خيط واحد، الخيط ده هتكون نمرته كام؟ هل هتكون نمرته 10؟ هل هتكون نمرته 20؟ هل هتكون نمرته 100؟ يعني عايزة اعرف هتكون نمرته كام. هقول له اول حاجة في اتحاد الخامات واتحاد النمر، انا عندي قانون بيقول لي ناتج التطبيق، ناتج التطبيق عندي بيساوي ايه؟ ايوه، النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية او الخيوط المفردة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ بس خدوا بالكم، القانون ده انا بستخدمه في الحالة دي بس، اللي هي حالة ايه؟ اتحاد الخامات واتحاد النمر، لما يبقوا الاتنين قطن او الاتنين كتان او الاتنين حرير او الاتنين فبران، والنمرة كمان تبقى واحدة، يعني هنا 10 وهنا 10، او هنا 20 وهنا 20، يبقى انا في الحالة بستخدم القانون ده، النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية. لو انا جيت طبق القانون يبقى انا عندي النمرة المفردة هنا 10 وعدد الخيوط عندي كام؟ 2، يبقى هتساوي 5 قطن. يبقى الخيط اللي طالع من عندي هنا هيكون ناتجه 5 قطن. يبقى ده اسمه الحالة الأولى. إيه هي الحالة الأولى؟ اتحاد الخامات واتحاد النمر. يعني إيه اتحاد خامات واتحاد نمر؟ يعني الخامة واحدة وكمان النمرة واحدة. طيب نشوف الحالة التانية. دي الحالة التانية اللي بيقول لي فيها إيه؟ اتحاد الخامات واختلاف النمر. اتحاد الخامات واختلاف النمر، يعني ايه الكلمة دي؟ برضو هنوضحها مع بعض اهو. يعني لو انا عندي خيطين كده، يعني ايه اتحاد خامات؟ يعني دي قطن ودي قطن، او دي كتان ودي كتان، بس دي 20 ودي دي 30 ودي 20. دي الخيط الاولاني نمرته 30 والخيط التاني نمرته 20. الخيط اللي طالع ده هتبقى نمرته كام؟ ده كده اسمه ناتج التطبيق. طب انا في الحالة دي لو انا طبقت القانون الاول هاخد انهي نمرة؟ النمرة 30 ولا النمرة 20؟ طبعا يبقى القانون الاولاني ما ينفعش، يبقى لازم له قانون تاني. يبقى القانون بيقول لي ناتج التطبيق في الحالة دي بس بيساوي ايه؟ النمرة الاولى في النمرة التانية على النمرة الأولى زائد النمرة التانية. يبقى الاتنين مضروبين فوق والاتنين مجموعين تحت. يعني ايه؟ هي النمرة الأولى عندي هنا كام؟ 30، والنمرة التانية 20، وتحت 30 زائد 20، وهشوف الناتج هيطلع كام. يبقى ده ناتج التطبيق بتاعي. يبقى انا عندي الحالة التانية كانت حالة ايه؟ اتحاد الخامات واختلاف النمر. قلنا ان الحالة الاولى كانت اتحاد الخامات واتحاد النمر، اللي كان فيها الخامتين قطن زي بعض والاتنين نمرتهم 10. يبقى ناتج التطبيق بيساوي النمرة المفردة بتاعتي على عدد الخيوط الفردية. النمرة عندي 10، تمام، هاخد منها 10 واحدة، وهم كم خيط؟ هم 2، يبقى 10 على 2 هتساوي 5. يبقى انا كده جبت ناتج التطبيق. طب امال ايه هي الحالة التانية؟ الحالة التانية هي اختلاف النمر واتحاد الخامات. يعني ايه؟ يعني دي برضو قطن ودي قطن زيها، لكن واحدة 30 والتانية 20،
هنجيب لها ناتج التطبيق ازاي؟ يبقى ناتج التطبيق بيساوي النمرة الأولى في النمرة التانية على النمرة الأولى زائد النمرة التانية، بعوض وأطلع الناتج، يبقى ده كده ناتج التطبيق بتاعي. دي الحالة التانية اللي هي اتحاد الخامات واختلاف النمر. طيب نشوف مع بعض الحالة التالتة بتقول لي إيه؟ دي الحالة التالتة بتاعتي اللي هي اختلاف الخامات واختلاف النمر. الحالة التالتة بتقول لي اختلاف الخامات واختلاف النمر. يعني ايه اختلاف خامات واختلاف نمر؟ طبعا ده المفروض هندرسه بالتفصيل لما يجي. يعني لو جه قال لي عندك خامتين، واحدة قطن وواحدة كتان، وعايزين نعمل ناتج التطبيق ما بينهم ازاي؟ اهو ناخد كده مثال على السريع ونشوف ممكن نعملها ازاي. لو انا عندي الخيط الاولاني اهو، ده اختلاف الخامات واختلاف النمر. الخيط الاولاني قال لي 20 كتان، ده الخيط الاول، تمام. والخيط الثاني قال لي 30 وولن مثلا، صوف وولن. عايز يعرف ناتج التطبيق ده هيطلع ايه؟ هقول له لا انتظرني لحظة، انت لازم تقول لي ناتج التطبيق النهائي ده، انت عايزه كتان ولا عايزه وولن ولا عايزه قطن ولا عايزه ايه؟ يعني ما ينفعش يقول لي اوجد ناتج التطبيق ويسكت زي الحالتين الاولانيين، لا لازم في الحالة الثالثة دي يحدد لي هو عايزه بانهي نوع. لو جه قال لي كتان، مثال مثلا لو قال لي عايز ناتج التطبيق كتان، دي هتفضل زي ما هي، وهبدأ احول دي. احولها ازاي؟ هحولها من وولن الى كتان. طب انا ممكن احول من وولن لكتان؟ اه طبعا، عن طريق قانون النمره المعادله، اللي هو بيساوي النمره المعلومه بتاعتي اللي هي 30 وولن في 256، وانا عايزاها كتان، يبقى اقسم على 300 واشوف اللي هيطلع هنا هيبقى كام كتان. مادام طلع لي هنا كتان، خلاص يبقى دي كتان ودي كتان، يبقى اتحاد الخامات واختلاف النمر. ابدا اطبق القانون التاني اللي هو ناتج التطبيق هيساوي النمره الاولى في النمره الثانيه على النمره الاولى زائد النمره الثانيه. ما خلاص انا خليتهم زي بعض، مادام خليتهم زي بعض اقدر اطبق القانون التاني. طب ولو طلعوا الاتنين 20، هطبق القانون الاول. طب محدش قال لي بقى لو احنا دلوقتي بدل الاتنين دول طلع لي 3 خيوط، يعني جالي 3 خيوط كده اهو، وكل واحدة منهم مع بعض، يعني دي 20 قطن، دي 30 قطن، دي 20 كتان، هعمل ايه؟ اه لازم في الحالة دي بقى نعمل زي ماتشات الكورة. يعني ايه ماتشات الكورة؟ اصفي، لان انا عندي القانون بيقول لي الاولى في الثانيه، ما قاليش في الثالثه، يبقى انا لازم اخد اول 2 واللي يطلع معايا اقوم واخداه مع الاخير بالشكل ده كده. يبقى انا عندي دي حاجه زي ماتشات الكوره كده، لو جه قال لي 3 نمر او 4 نمر اقول له لا استنى، القانون بتاعي ده ثابت ما بيتغيرش، بيقول لي النمره الاولى في النمره الثانيه على النمره الاولى زائد النمره الثانيه. يبقى في الحاله دي اديني فرصتي ان انا ابدا اعمل ايه؟ اخد كل 2 مع بعض. لو هما 3 هاخد الأولى في الثانية على الأولى زائد الثانية، والناتج اللي هيطلع هعمله مع الثالثة. طب ولو هما 4 هاخد كل 2 مع بعض، هيطلع من هنا خيط وهيطلع من هنا خيط، وأعمل لهم ناتج تطبيق نهائي. يبقى أنا عندي ناتج التطبيق القانون الأولاني النمرة المفردة على عدد الخيوط الفردية لو النمرة واحدة والخامة واحدة. طيب القانون الثاني اللي هو بيقول لي الأولى في الثانية على الأولى زائد الثانية، ده في حالة إيه؟ برضو اتحاد الخامات، يعني الخامة هتبقى واحدة لكن النمر هي اللي مختلفة. ولو مديني أكتر من خيطين ما أقولوش لا الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، لا طبعا مش صح، القانون ثابت ما بيتغيرش. يبقى أنا هطبق التصفيات، قال لي الأولى في الثانية أخدهم وبعد كده أصفيه مع الثالثة. طبعا كل ده إحنا هناخده بمسائل بالتفصيل عشان نعرف وإحنا داخلين الامتحان إن شاء الله نبقى مرتاحين. ده انا عندي كمان في نسبة تشريب، يعني انا عندي ممكن وانا بجيب ناتج التطبيق يقول لي بس انا الخيط ده اديت له برامات، البرامات ده خلاته قصر، يبقى انا في الحالة دي لازم اجيب طوله الحقيقي بعد الانكماش عشان اقدر اجيب نمرة حقيقي. يبقى انا دي اسمها تأثير التشريب على ناتج التطبيق. ده كده يعتبر باب كامل ان شاء الله هندرسه مع بعض بالتفصيل. طيب عندي كمان الباب الرابع. ايه هو بقى الباب الرابع بتاعي اللي احنا هنشوفه؟
هو ايجاد طول الخيط للقطعه كلها. ايجاد طول الخيط للقطعه كلها. ايجاد طول الخيط للقطعه كلها، ممكن يجي لي يقول لي اوجدي طول الخيط للقطعه كلها بالمتر، او اوجدي طول الخيط للقطعه كلها باليارد، بس لازم بيبقى مديني فيها خطوات. يعني ايه الخطوات؟ هنشوف اول خطوه عندي مثلا عشان اوجد الخيط طول الخيط للقطعه كلها. اول حاجه ايجاد عرض القماش بالبوصه. يعني ايه عرض القماش بالبوصه؟ يعني انا عندي عرض القماش ابقى مديهولكم بالسنتي ونحوله الى بوصه. طيب عندي ايه كمان؟ عندي ايجاد عدد الابر الشغاله، عدد الابر الشغاله. طبعا هناخد دلوقتي فكره عن القوانين بتاعتنا عشان نبدا نحفظها. ايجاد طول الخيط لسطر واحد بالسنتي، ايجاد طول الخيط لسطر واحد بالسنتي. يبقى اول خطوه عندي ايجاد عرض القماش بالبوصه. الخطوه الثانيه ايجاد عدد الابر الشغاله. الخطوة الثالثة هي ايجاد طول الخيط لسطر واحد بالسنتي. نكمل. الخطوة الرابعة ايجاد طول الخيط لارتفاع واحد سنتي بالمتر. واخر خطوة عندي هي ايجاد طول الخيط للقطعة كلها، يا اما متر يا اما يارد. طب عايزين نشوف مع بعض بقى القوانين اللي انا لازم استخدمها هنا عشان نبدأ نجهز ونحفظ. اول قانون عندي، انا قلت ان انا بستخدم خمس قوانين. ايه هم الخمس قوانين؟ اول قانون عندي ايجاد، ايوه، العرض بالبوصه. القانون الثاني ايجاد عدد الابر الشغاله. القانون الثالث ايجاد طول الخيط لسطر واحد. القانون الرابع ايجاد طول الخيط لارتفاع واحد سنتي. واخر حاجه ايجاد طول الخيط للقطعه كلها سواء كان متر او يارد. ناخد بالنا قوي ان ده اساس عندي لسنه ثالثه. يعني انا لما نبدا ان شاء الله سنه ثالثه هلاقي اول باب هو الباب الرابع ده اللي احنا هننهي بيه. طب نشوف كده مع بعض. اول حاجه عندي هي العرض بالبوصه. العرض بالبوصه انا بجيب العرض بالبوصه ازاي؟ بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5. يبقى ده اول قانون عندي اللي احنا قلنا عليه، العرض بالبوصه بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5. ايه ال 2 على 5 دي؟ هي ثابت التحويل من سنتي الى بوصه. طيب القانون الثاني قانون عدد الابر الشغاله اللي هو بيساوي ايه؟ يا اما اخد العرض بالبوصه على طول يا اما اخد العرض بالسنتي. الاثنين صح. العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه. اي عدد الاوجه دي؟ طبعا انا عندي المكنه ممكن تكون شغاله وجه واحد وممكن تكون شغاله وجهين. طيب عندي ثالث حاجه او ثالث قانون احنا قلنا عليه، طول الخيط لسطر واحد. ده بقى هيبقى ليه قانونين ولازم ابقى عارفه القانونين. ايه هما القانونين؟ القانون الاولاني عدد الابر الشغاله في متوسط طول الغرزة. طب ما هو مش عدد الابر الشغالة هو نفسه القانون اللي فوق اللي هو العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوش في عدد الاوجه؟ تمام. يبقى انا ممكن اخد ده برضو اهو، العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه، وطبعا هضيف عليه طه اللي هي متوسط طول الغرزة. يبقى ده القانون الثالث. يبقى القانون الاول كان العرض بالبوصه بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5. القانون الثاني عدد الابر الشغاله، ممكن اشيل العرض بالسنتي في 2 على 5 دي واحط العرض بايه؟ بالبوصه اللي عندي. يبقى العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه. القانون الثالث هو طول الخيط لسطر واحد اللي هو ليه قانونين، ده او ده، عدد الابر الشغاله اللي هي دي في طول الغرزة أو متوسط طول الغرزة. طب ويعادل الإبر الشغالة الطرف اليمين ده، الطرف الشمال قصادها إيه؟ قصادها العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوش في عدد الأوجه. يبقى أنا ممكن أخدهم كلهم، العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوش في عدد الأوجه، وأضيف عليهم طول الغرزة. طب أنا إمتى بستخدم القانون ده؟ لو هو مديني عرض. طب وإمتى بستخدم القانون اللي فوق؟ لو هو مديني عادل الإبر الشغالة. يبقى هو لو مديني عادل الإبر الشغالة هستخدم القانون اللي فوق، لو هو مديني عرض يبقى انا هستخدم القانون اللي تحت.
طيب القانون الرابع هو طول الخيط لارتفاع 1 سنتي بالمتر، اللي هو هيساوي برضو ليه قانونين. ايوه، يا اما هقول له طول الخيط لسطر واحد في عدد اسطر السنتي وبقسم على 100 عشان انا عايزاه بالمتر، تمام؟ او طب هو انا هنا طول الخيط لسطر واحد ده اللي هو الطرف ده، كان الطرف التاني بتاعه ايه؟ ايوه ده العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طه، وهضيف عليه عدد الاسطر. يعني انا ممكن اخده كده العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طه اللي هي طول الغرزه، وبكمل في عدد اسطر السنتي وبقسم برضو على 100. يبقى انا يا اما بستخدم القانون الاولاني اللي هو طول الخيط لسطر واحد في عدد اسطر السنتي على 100، وليه استخدم ده لو هو مديني المعلومه دي طول الخيط لسطر واحد؟ طب ولو هو اداني معلومه العرض يبقى انا هستخدم القانون الثاني اللي هو بيقول لي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي. طيب اخر قانون عندي هو طول الخيط للقطعة كلها بالمتر، هتساوي ايوه العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طه اللي هي متوسط طول الغرزة في عدد اسطر السنتي، وهكمل في طول القماش بالسنتي. يعني لازم يكون مديني كمان طول القماش قطعتها بالسنتي طولها قد ايه، على 100 لو انا عايزاها بالمتر. طب حد يقول لي لا احنا مش عايزينها بالمتر، احنا عايزينها باليار. ده سهل قوي، هقوم ضايفه هنا في 35 على 32، يبقى انا كده حولت من متر الى ياردة. يبقى لو انا عايزاه بالمتر بس هقف لغايه هنا هقسم على 100 بس، لكن لو انا عايزه باليارد يبقى هضرب في 35 على 32 اللي هي ثابت التحويل. يبقى تاني اول قانون كان عندي هو قانون العرض بالبوصه اللي هو بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5، ولازم يكون مديني عرض القماش بالسنتي. طيب تاني حاجه عندي او تاني قانون عندي عدد الابر الشغاله بيساوي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه، ولازم يقول لي المكنه شغاله وايه. ممكن بقى في بعض المسائل ما يقوليش عدد الاوجه لكن يقول لي نوع القماشه، يقول لي مثلا نوع القماشه جيرسي. طب انا عارفه دايما ان الجيرسي بيبقى وجه واحد، يعني ممكن يقول لي على نوع القماشه وما يقوليش وجه واحد او وجهين، يسيبني انا استنتجها. خلاص يبقى وجه واحد، ايوه لو هو قال لي جيرسي اعرف على طول انها وجه ايه واحد. لو قال لي ديربي، كوتليه، نصف انجليزي، اي نوع تاني من انواع اقمشه التريكو اللي احنا متعودين عليها نعرف على طول انها وجه. طب القانون الثالث هو قانون طول الخيط لسطر واحد اللي هو بيساوي ايه؟ العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه. وممكن اخد كل دول اللي هو الطرف الثاني بتاعي من فوق اهو، انا عندي عدد الابر الشغاله دي جزئين اهي، انا خدت الطرف الثاني اللي هو الطرف اللي فيه العرض، لا هاخد الطرف الاولاني اللي فيه عدد الابر الشغاله اهو، يبقى عدد الابر الشغاله في متوسط طول الغرزه. يبقى انا حسب المساله ما هو مديني انا هستخدم انهي قانون. طيب عندي القانون رقم 4 هو طول الخيط لارتفاع 1 سنتي بالمتر. كتب لي هنا بالمتر، يبقى لازم وانا بحسب هقسم على 100. يبقى طول الخيط لسطر واحد في عدد اسطر السنتي وقسمت على 100 عشان احوله الى متر. طيب النص الثاني، يعني عندي ده طول الخيط لسطر واحد اللي هو ده، طب النص الثاني بتاعه ايه؟ ايوه العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي على 100. واخر قانون عندي هو طول الخيط للقطع كلها لو انا عايزاه بالمتر او بالياردة، يعني دي او بالياردة. بالمتر يبقى العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في متوسط طول الغرزه في عدد اسطر السنتي على 100 في طول القماش بالسنتي، ده لو انا عايزاه بالمتر.
طب ولو انا عايزاه باليارد، ايوه هضيف في 35 على 32. يبقى احنا كده خدنا مجموعة القوانين بتاعتنا اللي احنا المفروض هنخلصها مع بعض في الترم التاني كلها، وان شاء الله هناخدها قانون قانون مع بعض، وهنستمر مع بعض في حل المسائل. احنا خدنا بس فكرة عامة عنه النهاردة، وان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنبدأ ناخد المسائل، هنمسك جزء جزء ونبدأ نفصص فيه براحتنا. يبقى احنا النهاردة اخدنا فكرة عامة عن مادتين، هي مادة المعدات اللي قلت ان هي بتتكون من 5 ابواب بتوعي، وخدنا كمان فكرة عامة عن المقايسات، ويا ريت يا شباب جدول الموازين اللي احنا بنحتاجه دايما في تحولاتنا يتحفظ ما يتنسيش نهائي، عشان هو اللي هكمل عليه بعد كده. وقلت ان احنا هندرس الترم ده ان شاء الله ناتج التطبيق بتاعي بحالاته المختلفة، وكمان ايجاد طول الخيط للقطعة كلها. يبقى احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى اشوفكم في حلقات قادمة ان شاء الله على خير. طبعا في انتظار اي استفسارات ليكم على قناتنا، قناة اليوتيوب، قناة التعليم الفني اللي احنا متشرفين كلنا ان احنا شغالين فيها، وبنبقى سعداء جدا في الرد على استفساراتكم. اشوفكم حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.